احنا هنعمل اللحمة الضاني دي هتبقى كيوبز يعني متقطعة. لو حابين تعملوها بكتف مخلي ممكن. فخدة مخلية لها مواصفات تانية بقى، مش هتبقى كيس، هتبقى في طاجن كبير له غطا. اوكي؟ عشان نستنى حكايه الكيس دي. لكن انا افضل انها تتعمل بالطريقه دي، وافضل برضو ان اللحمه يكون فيها بعض من الدهن. اوكي؟ بيبقى لطيف قوي. هيبقى معانا اللحمه ومعانا الرز وعيش محمص في السمنه. اوكي؟ معانا جزر وبصل وطماطم وكرفس وبطاطس، ومعانا ورق لور وحبهان، ومعانا توم، ومعانا مستكة. اوكي؟ ومعايا خل عنب وشوية زبدة، ومعايا برتقانة. هنعمل ايه بقى في الحدوتة الجميلة دي؟ اوكي. طيب هنسخن الطاسة بتاعتنا بداية، وهجيب شوية سكر، يبقى معانا ايه؟ معلقة سكر جنبي هنا. اوكي؟ وهنعمل كده وكده، نبقى جاهزين. تمام؟ تمام. تعالى جنبي. اوكي. ومعانا الكيس طبعا ايه بتاع الفرن. ومعانا بايركس هحط فيه كيس الفرن بعد ما اقفله وادخله الفرن. بنسخن الحدوته دي كويس. اوكي؟ وبعدين بحط خل العنب. وممكن مع خل العنب احط معلقه عصير عنب، ممكن وممكن لا يعني. ها، هسيب خلي العنب ده على النار يقول زي ما يقول لغايه ما يجف. اوكي؟ يعني عايز كل الميه اللي فيه تتبخر ويبقى لي بس ايه الطعم بتاعه. اوكي؟ واحط عليه معلقه صغيره من السكر، يبقى كاني بعمل ايه كاراملايزد. في هذه الأثناء هنمسك شوية ثوم كده اهو كده اهو، زي ما هم كده. ممكن أعمل كده كمان، بس خلاص كده اهو كده اهو، بس خلاص. بعد ما ده بقى ياخد الحدوته بتاعته دي، ممكن افضل اعمل كده عشان اساعده ان هو ايه يجف. ونقلب عشان مش عايز احرق السكر. كل ده عايز الميه دي كلها بتاعت الخل تتبخر مع بعضنا. هنحط البرتقال. هنا بقى احط اللحمه. ونحط فيه الخضار بتاعنا، بطاطس وجزر وبصل وكرفس سوري كرات وورق لور حبتين كده، اتنين وواحد، لا اتنين اوكي. وننزل الحدوته الحلوه دي.
اوكي. وبعدين هاجي اقطع حته صغنونه منه هنا كده، اديله نفس. اوكي اوكي لون وطعم وريحه وحاجه جميله جدا جدا الحقيقه. اوكي طيب هنحطها هنا كده ونتعامل بحرص شديد. بحرص ايه؟ شديد. اوكي ثانك يو. اوكي فين ال با 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 با. طبعا اللي متابعني عارف ان احنا ما ملحناش ولا فلفلنا. اوكي هي زي ما هي كده. هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي ناخد 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 ناخد. تعالى هنا ناخد دي كده مثلا. اوكي ابتدي بقى ارفع شويه البرتقالات والورق اللور. اوكي اوكي تعالوا بناخد الحدوته الحلوه دي. سخن بقت سخنه دلوقتي. يلا ونحطها في الوك، في الطاسه، في الحله، زي ما انتوا عايزين. ها قلنا ايه؟ قلنا هنملح ونفلفل. فلفلتي وملحوتي. اوكي وفلفوله. اوكي يلا عايزين بقى ايه؟ عايزين نحافظ على شويه صوص من هنا كده. انا ممكن برضو ايه زياده في شو اسمه امعانا في يعني الشكل يبقى الطف، هنشيل ايه الطماطم. اوكي يلا تعالوا بقى ايه برضو نخلط الحواديت مع بعضها كده كده اهو. اوبا امال ايه. اللي عايز الدنيا دي تبقى ولا اقول لكم اعمل لكم الحاجه اللي انتوا بتحبوها او يعني ناس بتقول لي طب ما هي هيبقى اوكي ما دام انتوا بقى ايه عايزين شو اسمه العيش يبقى مش مقرمش مسقي يعني كده فهنعمل كده. خلاص البخار بتاعها بقى وبتاع وشويه الصوص اللي فيها مع التقليب ده هديكوا اللي انتوا عايزينه.